جدو دينيس بابا كيف؟ طيب أنا جاي لعندكم. كيف صار هيك؟ معقول بهالبساطة المزرعة بتروح من بين إيديكم؟ حضرتك كنتي طول حياتك بالمدينة وإنت مشان ترضي مرتك فتت على السجن لأنه غرقتك بالديون، بس أنا كنت عم حاول دير المزرعة لحالي وربيت طفل. اصحكن ترموا اللوم علي، اصحكن. انت بأي عين جاي لهون؟ جيت من شان جنازة الزلمة يلي كان أب بالنسبة لي. انت عن جد جاي على الجنازة؟ كتير منيح، معناتها فيك تترحم علينا نحن كمان.